السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائنا بناتنا الطلاب الثانوية العامة، أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من برنامج مدرسة على الهواء ومادة الجيولوجيا والعلوم البيئية. يشرفنا في هذه الحلقة أن يتواجد معنا أستاذ هشام درويش خبير مادة الجيولوجيا في وزارة التربية والتعليم. أهلا وسهلا بحضرتك يا مستر هشام. أهلا بك يا محمد، وحمد لله على سلامتك. كنت مفتقدك والله الأسبوعين دولت، وربنا يكرمك وحمد لله على سلامتك إن شاء الله. يا رب دايما نكون مع بعضنا دايما في الخير يا رب، ونقدم لاولادنا كل اللي هم محتاجينه، وان شاء الله يكون خير باذن الرحمن. ربنا يكرمك وربنا يجمعنا معاكم دايما على كل خير. طبعا وقت عمل وقت عمل وقت عمل. احنا دلوقتي في الباب الخامس، تأثير العوامل الخارجية على سطح الأرض. عايزين نشوف التوازن ما بين ثلاث حاجات: الهواء والمية واليابس. لحد لقائنا الماضي قلنا في سطح الأرض يا جماعة مش ثابت، سطح الأرض بيتغير باستمرار نتيجة تأثير مجموعة عوامل خارجية وعوامل داخلية. قلنا في الباب الخامس يا جماعة بنركز على تأثير العوامل الخارجية على سطح الأرض، أكدنا على الرياح وشفنا تأثيرها الهدم والبنائي، أكدنا على الأمطار وشفنا إزاي ليها عمل هدمي فقط، قد يكون عمل هدمي ميكانيكي أو كيميائي، أكدنا كمان على السيول وشفنا تأثيرها الهدمي وأيضا تأثيرها البنائي. انتهينا في لقائنا الماضي من المياه الأرضية، وابتدينا موضوعنا من المياه الأرضية. يمكن مستر هشام احنا في جزئية المياه الأرضية عايزين نأكد عليها كده تاني بسرعة، وعلى جزئية برضو كتير ما بتيجي مصطلح في الامتحان أو ما المقصود بمنسوب المياه الأرضية. هو منسوب المياه الأرضية محمد ممكن نقول إيه؟ هو المستوى الذي تتشبع أسفله الصخور بالماء. المياه الأرضية زي ما اتفقنا الحصة اللي فاتت أو الحلقة اللي فاتت، إن المياه الأرضية بتتسرب في المسام والشقوق لغاية ما توصل لطبقة الماء. هتوصل لمستوى معين. أعلى هذا المستوى فبنسميه منسوب المياه الأرضية، والمستوى الذي تتشبع أسفله الصخور بالماء. ده مصطلح كويس، وطبعا ليه رسمة يمكن نشوفها مع الأستاذ محمد إيه تبين لنا شوية يعني إيه منسوب المياه الأرضية ونستوضحها عليها. نأكد كده مع بعض، يبقى كده مرتين: منسوب الماء الأرضي، المستوى أي مستوى؟ مستوى ماء التربة اللي بتتشبع أسفله جميع المسام والشقوق والصخور والفراغات بالماء. تعالوا نأكد على الرسمة اللي جاية دي كده مع بعض على اللاب. لو جينا شفنا عبارة عن إيه بقى الجزئية اللي جاية ديت، لو جينا شفنا عندنا ده مستوى، طبعا لو عندي مجرى نهر بالشكل ده كده، لو عندنا مجرى نهر، النهر ده ماله بقى؟ بنبص بنلاقي في مناطق حواليه، المناطق دي بعضها مرتفع وبعضها مناطق منخفضه. نشوف كده مع بعض، يمكن ادي مجرى النهر بالشكل ده كده، يمكن في مناطق حواليه على جانبي النهر. نلاحظ اختلاف الالوان عندي، شايفين كده المنسوب ده كده او المستوى ده كده، ده اسمه منسوب الماء الارضي او منسوب المياه. لو لاحظنا شايفين لون الصخور تحتيه غير اللون فوقيه خالص. لو جينا شفنا الطبقات اللي فوقيه بتبقى كلها طبقات غير مشبعه بالماء، اما الطبقات اللي بتوجد اسفله بتبقى طبقات مشبعه بالماء. طبعا هذا المنسوب او هذا المستوى بيختلف عمقه من منطقه لاخرى، ممكن يبقى قريب جنب مسطح مائي، جنب منطقه فيها مطر كتير، جنب منطقه مثلا المنطقه ديت يبقى فيها مثلا بحار انهار بحيرات، بنجد ان هنا منسوب الماء ده قريب جدا من سطح الارض. واحنا بناخد في الصحراء بعد كده في النظام البيئي الصحراوي هنجد ان هذا المنسوب بيبقى بعيد قوي عن سطح الارض. عشان كده هناكد بمثال، هنقول يا جماعه جذور النباتات الصحراويه ممكن تمتد لعمق كبير يصل الى 80 متر. طب ليه نزلت جذور النباتات ديت 80 متر بالشكل ده كده الاسفل؟ عشان تقدر تمتص الماء من الطبقات المشبعه بالماء اللي موجوده عندي. لو لاحظنا مستر هشام، يعني ممكن يا استاذ محمد لو بصينا على الرسمه اللي انا راسمها ديت، افرض جه قال لي في امتحان وقال لي ايه، احنا هنحفر بير الف وبير ب، بير ب مثلا اهو، ادي ده البير ب وادي البير ايه الف، كويس. بص يا استاذ محمد، ادي ده الف وادي ده ب، مين اللي نحصل منه على ميه ارضيه؟ ايهما؟ ما نجيش بقى نقول نوفر نحفر بير صغير او بير كبير، لا، انت قلت لي حضرتك منسوب المياه الارضيه الجزء ده كله مشبع بالماء، يبقى طبعا البير الف هو اللي هنحفره لانه هو دوت اللي هنحصل منه على المياه الارضيه، لانه هيوصل
تحت مستوى الماء الارضي، فبالتالي هنحصل منه على المياه الارضيه. فبرضه لو جبتك رسمه وقلت لك اي الابار ممكن افضل، يبقى طبعا البير ايه الف زي ما احنا شفنا في الرسمه كده، ربنا يكرمك يا اسطى. ندخل بعد كده بقى ايه حضرتك، نبدا ايه العمل الهدمي والعمل البنائي. احنا قلنا يمكن ايه بسرعه، فهنبدا ايه كل حاجه كان ليها في الرياح. خدنا العمل الهدمي والبنائي، الامطار كان ليها عمل هدمي فقط زي ما حضرتك اتفضلت. ندخل على المياه الارضيه، العمل الهدمي للمياه الارضيه. بالنسبه للعمل الهدمي للمياه الارضيه، العمل الهدمي للمياه الارضيه، بص يا استاذ محمد، انا في العمل الهدمي للمياه الارضيه عندي عملين هدميين، عندي عملين كويس، عملين هدميين. عندي عمل هدمي، احنا بنتكلم عن عمل هدمي، عندي عمل هدمي ميكانيكي وعندي عمل هدمي كيميائي، عمل هدمي ميكانيكي وعمل هدمي كيميائي. ناخد العمل الهدمي، الهدمي الميكانيكي. العمل الهدمي الميكانيكي بيؤدي الى ايه؟ انهيار كتل الصخور نتيجة تشبع المسام بالماء. لو عندي كتلة صخرية على جبل او حاجة زي كده، وبصينا يا استاذ محمد ايه الكتلة دي تشبعت بالماء، كان فيها شقوق او فيها فواصل وكده، والكتلة دي تشبعت بالماء، هتوصل في مرحلة ما ان قوة تماسك الصخرة دي مع الجبل تضعف، الشقوق دي تفضل توسع 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 توسع، والوزن بتاع الكتلة دي او الكتلة بتاعت الصخرة ديت تبقى اعلى من قوة تماسكها مع الصخرة، بيحصل لها انهيار. ودي حصلت في حوادث كتير قوي، وربنا ما يورينا الحوادث دي لانها بتبقى قاسية جدا جدا جدا، انهيار كتل الصخور نتيجة تشبعها بالماء. ده بالنسبة للعمل الهدمي الميكانيكي. طب نشوف العمل الهدمي الكيميائي. العمل الهدمي الكيميائي، انا هتخيل يا استاذ محمد ايه شويه طبقات، عندي طبقات كده بالمنظر ده، طبقات، وفي عندي هنا طبقه من الصخور الجيريه، طبقه من الصخور الجيريه. لو فرضنا الطبقه ديت ده ناخد بالنا دي صخور جيريه، لو عندي امطار نازله بس بشرط محمله بثاني اكسيد الكربون يا استاذ محمد، يبقى مياه محمله بثاني اكسيد الكربون مرت على صخور جيريه، اخدناها في التجويه الميكانيكيه الكيميائيه اخدناها قبل كده ان الماء المحمل بثاني اكسيد الكربون بيعمل على تفاعل تحلل واذابه، بيعمل على تحلل واذابه اي صخور جيريه، إيه؟ فهنا على طول عمليه كربنه وتاثير الامطار الحامضيه بتكون هنا كهوف ومغارات على طول. الله التحليل، يبقى دي هتؤدي الى تكوين، دي هتبقى ايه؟ مغاره او مغارات. يبقى ايه؟ الماء المحمل بثاني اكسيد الكربون يعمل على ذوبان الصخور الجيريه مكونا مغارات. يبقى لما يجي يقول لك ماذا يحدث؟ مرور مياه ارضيه محمله بثاني اكسيد على صخور جيريه تكوين مغارات، علل تكوين مغارات في صخور جيريه يبقى ايه؟ نشوفها. يا ريت لو ايه لو عند حضرتك بقى الفيديو الجميل اللي ورتولي دوت اشوفه كده مع حضرتك. ابنائنا بناتنا الاعزاء، تعالوا كده نشوف مع بعض لو في امطار غزيره بتسقط عندي، نشوف كده مع بعض الفيديو اللي جاي دوت، لو في امطار غزيره بتسقط على اي منطقه، الامطار ديت وهي بتسقط على الصخور وخاصه الصخور الجيريه ايه اللي بيحصل بقى؟ شايفين المطر قطرات من الماء عماله تزداد بمرور الوقت، الميه وهي نازله على الصخور الجيريه فاكرين بتكون ايه؟ اخاديد بينها، جروف قليلة الارتفاع اللي احنا شايفينها دي كده، شايفين الفتات الصخري اتنحت الصخور ديت على جوانب الصخور الجيرية كونت الاخاديد اللي بينها جروف صغيرة او قليلة الارتفاع بالشكل ده كده، اخدناها في العمل الهدمي الميكانيكي للامطار قبل كده. طيب احنا قلنا ان هي الارضية بتنشأ ازاي، جزء من المية ممكن ينزل في مسام الصخور، ممكن يبقى ينتج من ذوبان الجليد، الميه دي كلها لما تنزل بقى في الشوق وفي مسام الصخور دي ايه اللي هيحصل لها؟ تعالوا كده نشوف مع بعض، الميه بتنزل بتنحت طريقها في الصخور بالشكل ده كده وبتتجمع، تبتدي تعمل على اذابه الصخور اللي بتمر بيها وخاصه الصخور الجيريه، لما تبتدي بتذيب هذه الصخور بيتكون فراغات كبيره داخل هذه الصخور بالشكل اللي قدامنا ده كده، شايفين كم الميه ابتدى هنا يزيد يا جماعه، الفراغ الكبير ده كده بنطلق عليه بمرور الوقت كهف او مغاره.
بنأكد ان المياه الارضيه كونت كهوف مغراطه. طيب تعالي نشوف بقى كده العمل البنائي للمياه الارضيه كمان معانا مستر هشام. شايفين الميه بقى هنا المحمله بثاني اكسيد الكربون لما بتذوب بعض الاملاح زي مثلا كربونات الكالسيوم وتبتدي ترسب رواسب كربونات الكالسيوم من سقف المغاره بالشكل ده كده. خلاص اكدنا بقى على الجزئيه دي قبل كده يا جماعه، بيبتدي بتتكون رواسب جيريه بتتدلى من سقف المغاره الاسفل بالشكل ده كده. هذه الرواسب الجيريه دي بيطلق عليها اسم الهوابط. طبعا قطرات الميه وهي نازله قطره قطره بتترك الايونات اللي بتحملها على شكل هوابط بالشكل ده كده، بينما لو اترسبت رواسب جيريه اخرى تنمو من ارضيه المغاره لاعلى. شايفين كده بقى تبتدي تتكون اشكال في ارضيه المغاره بالشكل الجميل ده كده. الاشكال دي كلها بنطلق عليها لفظ الصواعد. هلا يا استاذ محمد لو تفكرني كده، اخذنا كلمه هبوط الصواعد قبل كده؟ اخذناها في الباب الثالث قبل كده في الصخور الرسوبيه كيميائيه النشاه الرواسب الكربونات. قلنا اكدنا ان ايه الحجر الجيري يا مستر هشام ليه نوعين، حجر الجيري اللي بيتكون في الهوابط والصواعد دي كان حجر جيري كيميائي، بينما لو في حفريات بنطلق عليه حجر جيري بايوكيميائي. الهوابط والصواعد تحتوي غالبا على صخور رسوبيه جيريه، الصخور الرسوبيه الجيريه ديت كيميائيه النشاه. يبقى لما اجي اسالك على الهوابط دي واكون مش هقول لك عليها او كده، لو جات لي في رسمه وبقول لك نوع الصخور ديت هتقول لي صخور رسوبيه كيميائيه النشاه. لو كنت مش هقول لك على ايه؟ على الهوابط والصواعد، ربنا يكرمك ان شاء الله. ده بالنسبه يبقى كده خدنا عمل الترسيبي زي ما حضرتك مشكورا قلت لي. في حاجه العمل الترسيبي ان في المغارات المياه اللي هو المياه اللي في بتبقى في عندي رواسب جيريه تترسب او تترسب من سقف المغاره اسميها الهوابط، اما لو كان عندي رواسب جيريه تنمو على محمد في المقارنة او كمصطلح ايه علمي. يجي في حاجة تانية بتبقى في عندي يعني هعتبرها عمل هدمي وبنائي، عمل هدمي وبنائي. دلوقتي المياه الارضية، المياه الارضية تعمل على ذوبان، تعمل على ذوبان املاح السيليكا، املاح سيليكا. املاح السيليكا دي يا استاذ محمد لو كان في مثلا في المياه الارضية في حاجة مدفونة زي شجرة زي كده يا استاذ محمد، شجره بالمنظر ده، املاح السيليكا هتترسب جوه الشجره فتعمل على الاملاح السيليكا. الاول حاجه المياه الارضيه تعمل على ذوبان املاح السيليكا، يبقى ده انا بعتبره عمل هدمي. املاح السيليكا دي تحل محل الالياف، تحل محل الالياف، ودي تتحول تبقى شجره متحجره، يبقى تحل محل الالياف في الاشجار المتحجره، اشجار متحجره، يبقى ده عمل ايه؟ ترسيبي. يبقى تعتبر احلال السيليكا محل الالياف عمل هدم وبنائي او تكوين اشجار متحجره عمل هدم وبنائي، لان السيليكا المياه الارضيه لما بتذوب السيليكا بتبقى عمل هدمي، السيليكا لما تحل محل الالياف تبقى عمل ترسيبي او عمل بنائي. باكد على حاجه بس يا مستر هشام، المياه الارضيه لازم يكون دايب فيها بعض المركبات. الله يفتح عليك. اشهر المركبات ديت بعض الاحماض العضويه او بعض المركبات القلويه عشان تساعد على سهوله حدوث التفاعلات اللي ممكن تحدث عندنا داخل هذه المركبات. الله يفتح. يبقى لازم تبقى المياه دايب فيها بعض المركبات زي بعض الاحماض العضويه او بعض المواد القلويه، تعمل على اذابه السيليكا، تبتدي بقى ترسب السيليكا ديت عشان تحل محل الالياف للاشجار عشان تتكون بمرور الوقت الاشجار المتحجره. او ممكن تحل محل المواد العضويه في الحفريات، يبقى اللي بينطبق على الاشجار المتحجره هو اللي هينطبق على الحفريات. يعني مثلا لو عندي صدفه من اصداف ديت فالمياه املاح السيليكا اللي زي ما حضرتك مشكورا قلت لي هتحل محل المواد العضويه اللي في هذه الحفريه تتكون او في الكائن دوت الرخويات فتكون لي حاجه اسمها الحفريات. يبقى ممكن اقول لك ايه؟ تكوين الاشجار المتحجره يعتبر عمل هدمي وترسيبي للايه؟ مياه الارضيه، زي ما اتفقنا قلنا ايه؟ ان هو ان المياه الارضيه بما تحمله من احماض عضويه تعمل على ذوبان املاح السيليكا. نعملها بين قوسين كده ان ده عمل ايه؟ هدمي. املاح السيليكا دي تحل محل سواء الالياف في الاشجار المتحجره او المواد العضويه في الحفريات، يبقى دوت عمل ترسيبي. يبقى كده المياه الارضيه تعتبر ايه؟ احلالها تكوين اشجار متحجره والحفريات عمل هدمي وعمل ترسيبي.
ونفتكر كده انا مستر هشام كده اول اتنين في منهجنا بناخد فيهم جزئية العمل الهدمي والترسيبي مع بعض، لان هيكرر معانا حاجتين كمان، فالاربع حاجات دول برضو من الجزئيات المهمة جدا عندنا. كل حاجة بندرسها عمل هدمي بس يا عمل بنائي بس، لكن في اربع حاجات شاذة اول اتنين زي ما مستر هشام اكد عليهم، اللي هي تكوين الحفريات، تكوين الاشجار المتحجرة. مستر هشام هنسيب كده المياه الارضية خالص ندخل بقى، وبعد كده نخش على الموضوع الاكبر بقى اللي هو موضوع الانهار. الانهار طبعا بنبدا كده بنقول ان هي اكبر عوامل التعريه على الاطلاق الانهار ديت، لان هي فعلا النهر طبعا بيبقى كبير جدا جدا، بيبقى حركته بيبقى في بدايته بيبقى قوي جدا جدا، في نهايته يمكن بيبقى اقل، بينحت يعني مسافات رهيبه جدا جدا وهكذا. فنيجي نتكلم على الانهار، عاوزين نتكلم على الانهار. بالنسبه للانهار ايه؟ بيبقى ليها منبع وليها ايه؟ مصب. ليها منبع وليها مصب. هندخل على العمل الايه؟ الهدمي للانهار. اول حاجه بتفرق معايا في العمل الهدمي للانهار تفرق معايا قوي قوي يا محمد، تفرق معايا قوي قوي الايه؟ حموله النهر. عاوزين نتكلم على حاجه اسمها حموله النهر يا محمد، عشان ايه؟ حموله النهر. اخدنا قبل كده في حاجه اسمها حموله؟ شحنه الرياح او حموله الرياح. برافو عليك. طبعا حموله الرياح كان ليها نوعين كده مستر هشام، كان في حمل معلق اللي هو الاتربه وممكن الرمال، وكان في حمل كمان كان بيتدحرج على سطح الارض هو الفتات الصخري. يبقى خلي بالك وانت بتدرس كده، شايفين مستر هشام بنعمل معاكم ايه يا جماعه؟ بنحاول الحاجات اللي هي اتكررت قبل كده بنحاول ان احنا نقربها مع بعض عشان تقدر تقارن ما بينها وتربط ما بينها وما تتلخبطش. الرياح كان ليها حمل معلق وحمل متدحرج. حمل المعلق كان عبارة عن رمال وفي نفس الوقت أتربة، بينما اللي بيتدحرج على سطح الأرض كان عبارة عن فتات. مع شحنة الأنهار بقى هنلاقي نفس الكلام بيتكرر، بس مع إضافة ملاحظات بسيطة جدا. تعال نشوفها كده مع مستر هشام. طبعا هنبدأ أول حاجة الحمل. الحمل الذائب ما كانتش موجودة دي في الرياح يا مستر هشام خالص خالص. حمل الذائب، وفي عندي الحمل المعلق والحمل المتدحرج. الحمل الايه؟ المتدحرج. طبعا هنا هيبقى في حمل الوسط، انا بنقوله بس في الـ في الـ في, الـ في, الـ في وسط الكلام كده. عندي الحمل الذائب دي كلمة جديدة جدا يا استاذ محمد، ما قلناهاش في الرياح، لان الذائب ايه؟ المية والماشية ممكن تدوب معايا ايه؟ بعض الاملاح زي مثلا ملح الطعام او كلوريد الصوديوم. الله يفتح عليك. املاح ومعادن. طب الحمل المعلق، الحمل المعلق اللي هو الميه تقدر تشيله بس مش هيدوب، يبقى زي الطمي والطين. عاوز تقول الغرين والصلصال، انا موافقك يا استاذ محمد. مش قبل كده واللفظ ده اتكرر معانا في الباب التاني والتالت. بالنسبه للحصى الميه ما بتقدرش تشيلها يا استاذ محمد، فبت ايه؟ بنقول عليه بتدحرجها على القاع. فانا ممكن اقول حمل متدحرج او حمل القاع، فبتدحرجها على القاع، واخد بالك ازاي؟ وفي عندي الرمل برضو الخشن نوعا ما بيبقى بنقول عليه الحمل المتوسط، ده بيبقى موجود ايه هنا. يبقى عندي ده حموله النهر. طيب في برضو وقفه يا مستر هشام، يا ترى هل شكل الحصى يتغير من تاثير الرياح عن تاثير الانهار؟ برضو عشان نربط ما بين الجزئيتين دول، يمكن كنا قلنا في الرياح قبل كده يا جماعة الرياح لما بتمر على منطقة حصوية فيها حصى على طول بتنحت اوج الحصى المواجهة للرياح ويكون حصى، هذا الحصى غرم الشكل. طب يا ترى بقى وضع الحصى او الجلاميد لما يتدحرج في القاع هيبقى ايه يا مستر هشام؟ افترض ايديا، بص يا استاذ محمد، حصوية اهي مجعدة وفيها متدحرجة وكده، بس طبعا وهي ماشية على النهر، ماشي على النار بالمنظر دوت، هتفضل تتكحت 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 لغايه ما تبقى مستديره. الحصى دايما بالنهر بعرف افرق بين حصى اللي هو الحمل الانهار من ناحيه الحصى، لو عندي حصى عاوز اعرف ان ده حمل نهر ولا حمل رياح. طبعا الحصى بتاع الرمل بتاع النهر بيبقى دايما دايما املس مستدير، حصى املس بيبقى ايه؟ مستدير. مش عارف كنت حضرتك محضر لي حاجه زي كده ولا يعني. طب احنا نشوف ايه ده بالنسبه للحموله. هل بالنسبة لسرعة التيار، سرعة التيار النار، خلي بالكم يا جماعة بيبقى دايما دايما كده بدايته وده نهايته. هنا الميل بيبقى جامد قوي، فالمية بتبقى هنا سريعة قوي، هنا المية بتبقى ايه؟ نوعا ما نوعا ما بتبقى ايه؟ بطيئة. المية هنا بطيئة.
حسب طبعا الميل بتاع البتاع. الحموله وسرعه التيار، الحموله وسرعه التيار هل بيأثروا في العمل الهدمي للانهار ولا لا؟ طبعا تعالى لازم. تعالى نشوف كده، نشوف يبقى ايه الحموله وسرعه التيار. انا هتخيل يا استاذ محمد، هتخيل شط مثلا كده، ادي النهر اهو، بص سنه مع سنه مع ملايين السنين الحموله بتاعتي وسرعه التيار بيعمل ايه؟ هينحت في الجنب ده كده شويه، هينحت في الجنب ده شويه، بص النهر هينحت لغايه ما يوصل النهر مثلا للمستوى ده. انا طبعا ايه بقت النهر اهو جانبيه بقى قد ايه؟ شوف كان كده اصبح ايه يا استاذ محمد؟ اكثر اتساعا. اكثر اتساعا. حاجه ثانيه، بص عمقه كان فين يا استاذ محمد؟ اصبح اكثر عمقا. يبقى الحموله وسرعه التيار بتعمل ايه؟ على توسيع ونحت مجرى النهر. ونحت مجرى النهر، توسيع ونحت مجرى النهر. نشوف مع حضرتك فيديو برضو كده لحمولة النهر عشان برضو نراجع عليها برضو كده ونشوفها كده مع بعض بسرعة. الله يكرمك. مية النهر وهي ماشية في المجرى، مجرى الماء العذب اللي أكدنا عليه اللي بيطلق عليه نهر، اللي له منبع وله مصب. تعالوا كده نشوف مع بعض المية وهي ماشية بتبقى ممكن بتنقل إيه معاها. لو جينا شفنا عندنا مجرى النهر بالشكل ده كده، شوف مع بعض يا جماعة مجرى النهر دوت. المية وهي ماشية مستر هشام أكد إن ليها تلات أنواع مختلفة من الشحنات طبعا، وهي ماشية بسرعة كده، بص بنلاقي شايفين في حاجات بتتدحرج وفي حاجات معلقة وفي حاجات زائبة. تعالوا نشوف كده، جبنا صورة كده حاجة مش واقعية شوية، تعالوا نخش بالكاميرا بتاعتنا في مجرى النهر ونشوف كده اللي بيتدحرج دوت في القاع ده عبارة عن الفتات اللي هو الحصى عمال بيتدحرج في القاع بالشكل ده كده، هتلاقوا ان الحوائط بتاعته بتتاكل بمرور الوقت. اما المعلق عندي اللي عامل عكاره في الميه فوق ده عباره عن الطمي، طمي الغرين. طبعا لو جينا عند الرمال هنلاقيها شويه تبقى معلقه وشويه تبقى متدحرجه. الرمال الحبيبات الخشنه بتاعتها احيانا تبقى بتتدحرج في القاع، لو سرعه الميه زادت شويه ممكن تبقى معلقه شويه في الميه. ملاحظين عكاره الميه هنا يا جماعه؟ العكاره ديت دليل ان هي فيها حمل معلق كتير من الطمي او الغرين. لكن الفتات شايفين بيتدحرج، وكل الحبيبات بيبقى فيها جزئيه الاستداره. وكل ما كانت سرعة المية أكتر كل ما كانت الحركة والقدرة على النقل أكتر. طبعا سرعة المية بترجع إلى انحدار مجرى النهر اللي عندنا، كل ما كان المجرى شديد الانحدار كل ما كانت سرعة المية كانت أكتر، وكل ما النقل والنحت زاد أكتر في مجرى النهر. الله يفتح عليك. يبقى احنا كده مستر هشام اتكلمنا عن اول عامل اللي هو ايه، لما نقول مثلا هنا عايزين نشوف شحنه النهر وفي نفس الوقت سرعه مياه النهر. يا ترى لو كلمه حلوه قوي، يعني ممكن تقول شحنه او حموله. شحنه او حموله عشان بس نبقى شحنه النهر او حموله. لما يقول لك شحنه النهر تقول لي او حموله النهر نقولها الاربعه. الله يفتح عليك، حلو قوي النقطه. نشوف برضو كده مع بعض يا مستر هشام، عايزين عامل اخر غير حموله النهر. لو اختلفت صلابه الصخور في مجرى النهر هل هتؤثر على شكل المجرى؟ هل هتترك عندنا امثله للعمل الهدمي؟ وباكد اختلاف صلابه الصخور فين؟ فين بقى؟ هنشوفها مع حضرتك بقى. لا ركز معايا. فين؟ هتفرق معانا كتير، خلي بالكوا انا قلت اختلاف صلابه الصخور ودول موضوعين مش موضوع واحد. يا ترى هل في القاع ولا على الجنبين؟ هتفرق يا مستر هشام؟ طبعا جدا هتفرق جدا كتير جدا. تعالوا نشوف كده مع مستر هشام هيقول لنا ايه في ابدا جزئية. مثلا نبدا باختلاف صلابه الصخور على جانبي النهر. على جانبي ايه؟ النهر. ماشي يا استاذ محمد؟ على جانبي النهر. خلي بالك احنا اتفقنا ايه؟ انت عشان بس ما تلخبطنيش وتيجي في الاخر تلخبط. انا قلت على جانبي النهر. اتفقنا؟ عشان هناخد في موضوع تاني بعد كده. طيب انا هتخيل عندي ايه نهر بالمنظر دوت. الميه بتمشي كده يا استاذ محمد او بتمشي الاتجاه تاني مش هتفرق معايا. المهم لو فرضنا الجزء ده لسبب ما الصخور هنا صلبه شويه. يعني الصخور هنا اقل صلابه من الصخر اللي هنا. ايه اللي هيحصل للنهر ده يا استاذ محمد؟ اولا
الاختناق ده مش عاوزين ندخل في تفسيرها، بس المهم ايه، هينحت النهر في احد الجوانب اكثر من الجانب الاخر، هينحت النهر في احد الجوانب، فلاقي النهر عمل ازاي. حصل التواء هنا، حصل حاجة اسمها التواء نهري، هنسميه اسم تاني لو حضرتك مشكورا هسميه المياندرز، هسميه ايه، التواءات نهرية او تعرجات نهرية، او هسميها بين قوسين المياندرز. ممكن استخدم التواء نهري، المياندرز، استخدم تعرجات نهرية، يا استاذ محمد الكلمة ده بتاع. طب الكلام ده هيقف على كده؟ لا، افضل ماشي مكمل. هلاقي ممكن النهر بعد كده يا استاذ محمد عمل ايه؟ الالتواء بيزيد كده يا مستر بيزيد قوي قوي يا استاذ محمد. انا هرسمها بس كمراحل وبان بعد كده ندخل في التفصيل مع حضرتك ايه في منظر جميل قوي. الالتواء زاد قوي قوي قوي، احنا متفقين الميه ماشيه كده ايا كان اتجاه الميه مش هتفرق معايا. طب تخيل معايا يا استاذ محمد كده المنظر كده، الميه ماشيه كده، اول ما تصطدم هتصطدم ببين؟ بالجانب الخارجي من الالتواء اللي هو الجزء اللي حضرتك بتشاور عليه ده يا مستر. جميل قوي. فتبدا ايه، تنحت هنا، تنحت هنا، فبص هتبدا تنحت، فبص الجزء ده هتنحته، تلاقي النهر بعد كده بقى شكله ايه يا استاذ محمد؟ يقطع النهر مسار جديد تاركا على جانبه، اهو مسار جديد، هو رجع النهر تقريبا الشكل القديم بتاعه، وهتساب لي على جانبه ايه، بحيره قوسيه. دي لو طلب منك رسمه مراحل تكوين البحيره القوسيه مشكورا يا استاذ محمد، او بحيره هلاليه، هترسم لي الرسمه دي الاربع ايه مراحل دول، هنقول عليها ايه، بحيره، بص كده الرسمه كده مراحل تكوين البحيره القوسيه يا مستر هشام، رسم برضو من الرسومات اللي اتكررت كتير قبل كده. لو سمحت انت شايف في صعوبه وانا برسم؟ لا يعني حضرتك يعني وماشي، انا مش عامل مقاس رسم ولا عامل حاجه، مش مكلكع الدنيا يا جماعه، اربع رسومات بسيطه قوي قوي، مراحل تكوين، برسم النهر كده بيبقى فيه التواء نهري بعد كده، بعد كده بيزيد التواء قوي قوي قوي، وبعمل نقط منقطه كانه بيقطع مسار جديد، عمل ايه، بحيره قوسيه على جانب النهر. طب عاوزين نعرف بالظبط يا استاذ محمد ايه اللي بيحصل جوه، ايه اللي بيحصل ايه بالظبط في الالتواء النهري. هكبر الرسمه شويه في الالتواء النهري ونشوف ايه المنظر يبقى شكله ازاي، يبقى المنظر شكله ايه ازاي. نرسم كده، طبعا انا كنت فاكر ان عند حضرتك مناظر للتوقيت او كده، نبقى هنشوفها، نشوفها ان شاء الله الرحمن. موجوده حضرتك دلوقتي جاهزه؟ طيب ماشي، نشوفها مع حضرتك كده مستر هشام. طبعا ادي مجرى النهر بالشكل ده كده يا جماعه، نشوف كده مع بعض. لو جينا شفنا مجرى النهر بالشكل ده كده، المجرى كل شويه عمال بيغير في الشكل بتاعه، بيغير في الالتواءات بتاعته. بنلاحظ شايفين النحت دايما جهه الخارج، الجزء الخارجي من الالتواء سرعه الميه بتبقى اكتر. لاحظوا معايا الجزء ده كده، شايفين النهر بيغير مساره، بيمشي في مسار جديد، بيترك التواءه بالشكل ده كده على شكل بحيره. هذه البحيره بنطلق عليها اسم بحيره قوسيه، ممكن نقول بحيره هلاليه، صح؟ دايما مجرى النهر والميه ماشيه فيه، الجزء الخارجي من الالتواء اللي هو الجنب ده كده، شايفين تحت في القاع بيبقى النحت فيه شديد قوي، شايفين الميه هنا فيه دوامات وفي نحت جامد، لكن الجزء الداخلي من الالتواء بيبقى سرعه الميه فيه ابطا ما يمكن، بيبقى فيه ترسيب كتير بالشكل ده كده اهو. تاني، الجزء الخارجي من الالتواء شايفين النحت فيه شديد. طبعا شفنا شكل كده مبسط، نشوفها في الطبيعه بقى. ادي نهر في الطبيعه عنده التواءات وتعريج كتيره بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده اهو، شايفين التواءات والتعريج هنا واضحه جدا. ادي الجزء الخارجي من الالتواء، هيبقى هنا فيه، شايفين ادي الجزء الخارجي من الالتواء، الجزء ده الخارجي من الالتواء يبقى النحت فيه شديد قوي، لكن الجزء الداخلي من الالتواء بيبقى الترسيب فيه كتير زي ما احنا شايفين. النحت شديد كل شويه، بيزداد النحت، بيزداد تآكل الصخور في انهي جزء مره تاني؟ في الجزء الخارجي من الالتواء. الخارجي الجزء اللي هو
طوله اطول من الجزء الداخلي بالشكل ده كده اهو. ادي الجانب الخارجي، شايفين هنا نحت هنا ترسيب، هنا جزء خارجي اهو يبقى فيه نحت، الجزء الداخلي بيبقى فيه ترسيب. بمرور الوقت بيتكون التقاءات نهاريه بتزيد بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. طب وبعدين في نفس الوقت شفنا النهر بيقطع مسار جديد وممكن يترك التواءه على شكل مين هنا؟ بحيره قوسيه. ادي منظرها في الطبيعه، شايفين حسوا ان الالتواء ده ماشي بالشكل ده كده، شايفين الحته دي يا دوب يعني يكاد تتاكل، شايفين بقى هنا النهر ترك التواءه على شكل البحيره القوسيه زي ما شفنا في الطبيعه وبنشوفها تاني الوقت. بتتكون ازاي البحيره القوسيه؟ النهر بيسلك مسار جديد بينحت في الصخور، وفي نفس الوقت بعد ما نحت او سلك مسار جديد بعض الرواسب بتترسب على الجانبين تفصل البحيره القوسيه. شايفين كده؟ يبقى هنا كان في نحت في ترسيب، نحت وترسيب عند تكوين البحيره القوسيه، نحت وترسيب في مجرى المياندرز. شايفين كده مع بعض؟ يبقى كده وصل لحضراتكم كده اربع ظواهر فيهم عمل هدمي وفي نفس الوقت فيهم عمل ايه كمان يا جماعه؟ عمل بنائي. الاربع ظواهر اللي قلنا عليهم يا مستر هشام فيهم عمل هدمي وبنائي كده مع حضرتك اللي هو الحفريات، وقلنا بالنسبه للاشجار وبالنسبه للمياندرز، واكدنا برضو على البحيره القوسيه. الله يفتح عليك، ربنا يكرمك. نشوف المنظر ده بيحصل ايه عشان ممكن تجي لي رسمه زي كده، الرسمه دي عليا وممكن يجي لي اجمل البنات او بالمنظر ده. استاذ محمد مشكور بيقول لي جانب خارجي وجانب داخلي، جانب خارجي وجانب داخلي، عاوز افهم اولادي لو فرضنا اتجاه الميه كده، فالولاد داخلين ايه دلوقتي على كيرف، داخلين على المنحنى زي ما بتكون ايه لما كنتوا راكبين مع بابا في العربيه او كده، بيبقى العربيه وهي ماشيه بيبقى لو بابا ماشي هنا بيبقى بيمشي بسرعه شويه، لما يكون ماشي عند المنحنى دوت داخل جنب سور كده بيبطئ السرعه بتاعته قوي، لما يكون العربيه ناحيه كده بتمشي نوعا ما سرعتها ممكن تمشي بسرعه اكبر من السرعه دي، فهنا دايما بيبقى التيار سريع، هنا التيار ابطا شويه، التيار ده ايه؟ التيار انا هنا التيار بطيء. بص يا اولادي لما دايما الحاجه تكون سريعه يبقى معدل النحت اكتر، يبقى هنا في عندي عمليه ايه؟ نحت. الله يكرمكم، خدوا بالكم قوي، نحت. هنا لو التيار بطيء يبقى هنا في عمليه ترسيب. طب انا هسال ولادي كده واستاذ محمد كده، يبقى ايه؟ هعملها كنوع من الاختبار. انا ماشي كده، ماشي كده، فين الجانب الخارجي والجانب الداخلي؟ هنا جانب خارجي، جانب خارجي، جانب خارجي، يبقى دوت جانب خارجي بالنسبه لي، يبقى هنا ايه؟ نحت. هنا الجزء ده اسمه محمد جانب داخلي، يبقى هنا ترسيب. طب معلش نيجي العكس يا محمد، هنا ايه؟ الجزء ده الجانب الخارجي برضو هيبقى يعتبر هنا في منطقه نحت، يبقى هنا جزء الجانب الداخلي من الالتواء يبقى ده منطقه ترسيب. طب عاوز اعلم ولادي كده طريقه كده حركه جميله يعرف. عامه هنقول بس ايه، بنقول ان بيزداد لما بتزداد سرعه التيار يزداد عمليه النحت، فيقطع حتى يقطع النهر مسار جديد تاركا على جانبه ايه؟ بحيره مقوسه. ممكن يقول لك ماذا يحدث اذا زادت العمليات في المنطقه دي؟ هيقول لك رقم واحد ورقم اثنين، ماذا يحدث اذا زادت العمليات في المنطقه واحد واثنين؟ طبعا هتزداد عمليه النحت حتى يقطع النهر مسار جديد تاركا على جانبه بحيره قوسيه. طب انت حضرتك عمال تقول لي جانب خارجي وجانب داخلي، عاوز اسهلها للوالدي بطريقه حلوه قوي، ممكن اجيب له نهر زي كده على فكره يا محمد. عاوز اعرف تمسك القلم الرصاص بتاعك، امسك القلم الرصاص واعمل ايه؟ تخيل ان اي انحناء من دولت هعمله كانه دايره. كاني فين الجانب الخارجي في الدايره يا محمد؟ اهو يبقى ده الجانب الخارجي دايرتين اهم، هيبقوا دايرتين عندي، كويس؟ ده بالنسبه لي دايما الجانب الخارجي، واخد بالك ازاي؟ الجزء ده جانب خارجي، يبقى الجزء الصغير دوت هو ايه؟ الجانب الداخلي، فاقدر اقول ايه؟ نحت وترسيب. نركز قوي على عمليه النحت والترسيب لان ممكن اجيب ايه؟ فيها اسئله بتبقى ايه؟ زي ما جه السنه اللي فاتت سؤال مين اللي بيحصل فيها النحت او ماذا يحدث في الجانب واحد او جانب اثنين؟ يبقى دي عمليه نحت او عمليه ترسيب حسب المكان. اعرف هو فين الجانب الخارجي؟ الانحناء الخارجي فين او الاكبر؟ واقول دوت الايه؟ بيحصل فيها عمليه نحت. كده خلصنا. يبقى دايما في الجزء الخارجي من الالتواء، يعني ببساطه شديده جدا اللي طوله اطول
اللي هو الاكبر ضاد هو ده الجزء الخارجي، هو ده اللي فيه النحت اكتر عندنا، لكن اللي طوله اقل يبقى ده الجزء الداخلي برضو ده اللي هو فيه الترسيب اكتر. طبعا برضو من الجزئيات المهمه جدا. انا عاوز اسالك سؤال مهم بقى، اتفضل. ما تقوليش انت كنت بقى غايب ومسافر وتقول الكلام ده وطلع ما عنديش الكلام ده خالص. انا دلوقتي اللي هو عمليه اللي هو ايه، تكوين المياندرز او تكوين بحيره قوسيه، تكوين مياندرز عامه، تكوين مياندرز لو عملنا التواءات او تعرجات او مياندرز، تعتبر مثال لايه؟ لعمل هدمي وعمل بنائي في نفس الوقت للانهار. اخدنا في الحصه اللي فاتت اخدنا ايه؟ اخر لنحت متباين. متباين، الله يفتح عليك. ظاهره هامه جدا اسمها ظاهره النحت المتباين. شرحناها وقلنا ايه النحت المتباين، اخدنا في الرياح ايه؟ النحت المتباين مثال ليه في الرياح، تكوين المصاطب على طول. في النهر بقى. في نفس الوقت في النهر كده شفنا لحد دلوقتي المياندرز او الالتواءات والتعريج. في عندنا كمان حاجه تاني اهم بقى، لو اختلفت صلابه الصخور بس فين؟ في القاع المره دي هتفرق بقى. يبقى شفنا لو اختلفت صلابه الصخور على الجانبين اتكونت مين؟ التواءات وتعريج نهريه. طب لو اختلفت صلابه الصخور في القاع هتفرق معانا كتير قوي. تعالوا كده نشوفها مع مستر هشام. طيب الله يكرمك، اختلاف صلابه الصخور، بص يا استاذ محمد، في قاع النهر يا استاذ محمد، احنا من شويه لسه قايلين على جانبي النهر، هنا في قاع الايه؟ النهر، في قاع النهر. يعني ايه؟ لو تقدر تورينا على الفيديو بتبقى شكلها جميل جدا جدا جدا، وانا برسم الرسمه في الاخر. نشوفها كده مع بعض. طبعا لو جينا شفنا مع بعض اختلاف صلابه الصخور في قاع النهر بتعمل ايه؟ تعالوا كده نشوف ابنائنا بناتنا الاعزاء. لو في ميه نهر، ميه في مجرى نهر مرت على صخور مختلفه الصلابه، فوق صخور صلبه تحتها صخور رخوه، تعالوا نشوفها كده مع بعض تاني. لو في هنا صخور صلبه اهوت وتحتها صخور رخوه، مياه النهر نازله على الطبقات مختلفه الصلابه ديت، شايفين الميه وهي نازله بتنحت اكتر في الصخور الرخوه، تنحت اكتر في الصخور الرخوه. لاحظوا الصخور الصلبه بتبقى معلقه، طب لما تبقى معلقه كده بالشكل ده كده بتقع بفعل الجاذبيه، بمرور الوقت الصخور بتتآكل تتآكل تتآكل وتتراجع تجاه منابع النهر. زي ما احنا شايفينها بقى، شفناها كده كرتون، نشوفها بقى في الطبيعه. ادي الصخور الصلبه وادي الصخور الرخوه اللي تحتيها، والميه نازله في مجرى نهر من مكان عالي بالشكل ده كده، شايفين صخور صلبه تحتها صخور رخوه، واضح جدا ان الصخور الرخوه هنا متآكله اكتر، تحسوا ان هنا في الصخور داخله لجوه يا جماعه، شايفين كده؟ ادي الميه نشوفها برده مره تاني. لو جينا شفنا عندنا المياه وهي نازله مياه النهر وهي نازله من مناطق مختلفه الصلابه، بتتكون بعض الشلالات او مساقط المياه بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده، ومن اشهر الشلالات في العالم شلالات نياجرا اللي موجوده ما بين كندا وامريكا بالشكل ده كده اهو، شايفين قد ايه شكل مساقط المياه واضح جدا وفي نفس الوقت كبيره جدا يا جماعه. شلالات نياجرا دي من اكبر الشلالات من حيث المساحه في العالم، شايفين قد ايه يعني المياه بتسقط من مكان عالي، شايفين كده سفينه تحت اهوت، عشان نقول لكم برده يا جماعه قد ايه الموضوع كبير، والمساقط ديت بيبقى فيها برده سرعه مياه كبيره جدا وفيها نحت قوي جدا 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 جدا. مستر هشام، دي طبعا شلالات نياجرا احسن مثال لاختلاف صلابه الصخور في قاع النهر. انا دلوقتي الله يفتح عليك مشكورا، اللي هو الايه، يبقى اختلاف صلابه الصخور في قاع النهر هتؤدي لتكوين مساقط المياه او بنقول عليها ايه، شلالات، كويس. يبقى ديت ايه، بص بقى عشان نبين استاذ محمد، عشان لو جت لي رسمه زي دي اكتب ايه، يقول لك مثلا واحد واثنين مثلا، يبقى دي صخور اهم حاجه، صخور صلبه، دي صخور رخوه، يقول لك مثال لايه لديت، تقول لي مثال للنحت المتباين، عمل ايه للنحت الايه المتباين، يبقى ديت صخور صلبه صخور رخوه، حيث تتآكل الصخور الرخوه مع ما يحدث عند مرور مياه الانهار، مرور مياه الانهار على صخور مختلفه الصلابه في قاع النهر، او على صخور مختلفه الصلابه في قاع النهر، اقول ايه، تتآكل الصخور الرخوه يا استاذ محمد زي ما وريتهاني في الفيديو، بمعدل اسرع من الصخور الصلبه، بمعدل اسرع من الصخور الصلبه، ثم تسقط الصلبه بفعل الجاذبيه مكونه كمظهر لمساقط الايه او الشلالات، ودي نوع من مثال للنحت الايه المتباين. يبقى الرسمه دي عليا، وبرده
رسمتها اهو هرسم لك بمنتهى البساطة. يا استاذ محمد لو طلب منك ارسمها لي يا استاذ محمد، الرسم بتاعي سهل جدا اهو يا استاذ محمد، خلصت الرسمة، ايه المشكلة؟ رخوة صلبة. الجيولوجيا رسوماتها يا اولاد جميله سهله، مش هقول لك جميله، هي مش حاجه في الطبيعه. نرسم الميه بقى مستر هشام وهي نازله، ماشي، ونقطتين ميه يا سيدي، نقطتين ميه كده بس، يعني مش هتكون ايه برضو مؤثره قوي. هو ده الرسمه ايه بتاعي اللي هو بالنسبه لمساقه المياه، لمساقه المياه. ده كلام جميل. اخر واحده، اخر واحده عايزين بقى اخر جزئيه مستر هشام، مناخ المنطقه بقى ازاي كعامل يغير من شكل مجرى النهر. ده جميل. بسرعه بعد اذنك عشان وقتنا خلاص. كلمه مناخ يا استاذ محمد، ادي عندي نهر اهو ونهر شبهه بالظبط. بص يا استاذ محمد، لو فرضنا ان المناخ هنا مناخ رطب، هنا المناخ جاف، النهرين زي بعض. في حاله المناخ الرطب بيبقى فيه امطار متساقطه، الجو رطب، واخد بالك ازاي؟ فعمليه النحت، بص هنا يا استاذ محمد جامده قوي، دي هتعمل على توسيع مجرى النهر. خلي بالك ده المجرى الحالي، يعني دوت كل ده يبقى في حاله المناخ الرطب النهر اتساعا على طول، يبقى شكل النهر بص كده. طب في حاله المناخ الجاف، النهر بيبقى قوي صلب، ما فيش السخون بتاعته صلبه جدا، فممكن يعمل ايه؟ ينحت كده في القاع اخاديد رفيعه، اخاديد، فبيعمل على تعميق النهر. بص النهر خدنا قبل كده اخدود نهر كولورادو، احسن مثال لتكوين اخدود في مجرى النهر. يبقى المناخ بيلعب دور مهم جدا 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 في تحديد شكل النهر. المناخ ادي اهو، في حاله المناخ الرطب بيعمل على توسيع النهر، في حاله المناخ الجاف بيعمق النهر من مجراه وكون اخاديد. الوقت مع حضرتك بيمشي بسرعه مستر هشام، بنشكر حضرتك كتير في نهايه لقائنا النهارده. بنشكر فريق الاعداد، نشكركم ابنائنا الطلاب على متابعتنا، ونراكم مع باقي الانهار في لقائنا القادم ان شاء الله. نراكم بكل خير، ربنا يوفقكم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.